اليوم بوريكم اللون الجديد تبع اندر وور اللي عملته. عضلات اكتب به 200 بسبيشال ويبون وهذا طلع يعني لون متحرك. واندر وورد يعني انه زي لون حمم بركانية. مش كتير نلعب بيه اليوم. اعرف مياه كلهم في اللون متحرك. اظن تشتري اليوم جي 40 سن ضبط ال في ام دي ما حكوا ليش الحين نلعب بالسلاح اللون هذول كل الاواعي الشخصيات عندي اياها جود كمان ها عندي الهيد كل الشخصيات عندي اياها جود حتى هذا منهم. تعال نلعب باللون شوف كيف نلعب تيم ديث ماتش. نلعب كل الأسلحة حتى سنايبر. هنشوف طلع محلاه كل النواحي اخضر اسود برتقال احمر. انا اكتر لون مميز شفته طيب واخيرا لقينا جيم اسمبل يو باك فيلينج لاف هاي وي يطلع مش الله اخدك تحب تشتبع العشرة يطلع الاشياء احسن نو والله سمارت ريستريكس اب دقيقة لو اوريكم وين الجولد. عندي كمان الجلتش بالله
ان شاء الله يوم اقدر اجيب الراكس زي ما وراكم هذاك الفيديو تبع هذيك الجمعه لما جبت المتر شيب. تحت الفيديو تحت الفيديو تقدر تشوف الفيديو تبع المتر شيب لما جبته. Team Deathmatch. We got this. Yeah, we do. On the battlefield. الشاشة الصغيرة مو الكبيرة، بقول لك على الشاشة الكبيرة تكون أوضح أحسن. يعني الفيديو عامل في الشنو UAV inbound. UAV inbound. الله ولا بعد شاشة كثير كان جبت الرأس. المرة الجاية فيديو عن الشاشة كثير ولا صار. تبغى تعطيك شوي الشاشة بشوش عندك عشان نلعب على الفيرا. أقولكم حاجة، مرة كنت ألعب مع واحد نوك شافني كنت حاطط عيالة بيدور قاعد ألعب فيديوهات هاي العيالة شافني ألعب بيها الكلكا قلت له لو حاطط عيالة
اقول له ليه اقول له ليه تحط عيانه يعني انك نوب يعني فكر اللي تحط عيانه نوب عشان يلعب بالعينات يعني كل واحد شوف حاطط عيانه الاسلاح يقول عنه نوب عشان حاطط عيانه خاف من المشهد يعني شو علاقة العيانة عند واحد حطي اصلا هم ولا في الجنب كثير هيك بالحكي شوي الدوري اللعبة ينطق Mission reassignments inbound. ما وريتكم كل الأسلحة لازم أوريكم السنايبر كمان. أتمنى إنكم استمتعتم بالفيديو. Get back to boot camp. مع السلامة أشوفكم في الفيديو التالي.